ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، نائب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران. بنرحب بحضرتك في البداية أستاذ عبد العزيز، وعايزة يعني الحقيقة أتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي ما يميز الانتخابات الرئاسية 2024 من التعددية الحزبية والتنافسية السياسية، من أكثر السمات ومن أهم السمات التي تميز الانتخابات الرئاسية 2024. مساء الخير على حضرتك فندم، واهلا بيك واهلا بالتلفزيون المصري. ويعني النهارده الاقبال الكثيف من الناخبين بالضبط، ملحوظ ان هو قد يكون اليوم الاكثر في التصويت من اول فتح باب اللجان حتى الان. ما شفناش فترات ضعف، ولا حتى يعني امبارح كنا قبل الاستراحه بنقول ان الناس بعد الاستراحه هتبدا تزيد، لكن النهارده بدايه فتح اللجان وفي فعلا اقبال كثيف ملحوظ بشكل جيد جدا. واعتقد ان هي دي عاده المصريين، يعني لما الوطن بيناديهم هم بيلبوا النداء دايما. نعم. واعتقد برضو ان الاحزاب اللي ساهمت في حشد الناس حشد ايجابي وطرح مرشحيهم وحشد الناخبين لتأييد مرشحيهم، ده ساهم ايجابيا، وده يرد على سؤال حضرتك ان احنا في الانتخابات الاكثر تعدديه حزبيه على مقعد رئيس الجمهوريه في تاريخنا الحديث. يعني كان دايما المرشح الرئاسي قد يكون غير منتمي لحزب سياسي او ما فيش احزاب كتير. النهارده في ثلاث احزاب بيتنافسوا، كل حزب مرشح رئيسه، ده عاطي للانتخابات زخم اكبر في برامج سياسيه بتطرح، اضافه للرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده عاطي التعدديه دي اربع مرشحين باربع رؤى مختلفه باربع ايديولوجيات سياسيه مختلفه، منهم ثلاث احزاب غير بعض الاحزاب اللي بتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالتعدديه الحزبيه المره دي ملحوظه، وده شيء ايجابي، ويعني لم تنمو الحياه السياسيه ولم تنمو الحياه الحزبيه الا بخيط الاستحقاقات الانتخابيه، وما فيش استحقاق انتخابي اهم في اي دوله من مقعد رئيس الجمهوريه، وخصوصا في ظل دستور شبه رئاسي بيدي لرئيس الجمهوريه صلاحيات كبيره. فالتنافس هنا بيبين برامج الاحزاب وبيطرح رؤى الاحزاب، ويقدر يلتحم بالجماهير ويطرح افكاره ورؤاه لتطوير البلد إدارة البلد بشكل أو بآخر وفق رؤاهم وإيديولوجياتهم. هل حضرتك شايف أنه من خلال هذه التعددية الحزبية اللي ظهرت بشكل واضح جدا في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو الانتخابات الرئاسية لهذا العام 2024، ويعني هل حضرتك بتجد أنه هذا بيشير إلى المستقبل، وأنه هيكون في دور أكبر للأحزاب السياسية، وأن هي تكون على تواصل أكبر مع المواطنين خلال السنوات القادمة؟ طبعا هي انتخابات الرئاسة هي محطة في استحقاقات انتخابية هتتوالى في خلال السنوات الاثنين او الثلاثة اللي جايين. عندنا انتخابات برلمان بغرفتين نواب وشيوخ، ثم انتخابات محليات او قبلهم انتخابات محليات وفق ما يتم التوافق عليه الايام القادمة. فاحنا عندنا استحقاقات انتخابية ثانية، فلما بدأنا النهاردة عندي ايديولوجيات حزبية بتطرح للناس وبرامج حزبية بتطرح للناس في اطار انتخابات رئاسية، فاكيد ده مؤشر ايجابي لما قد سيكون الفترة اللي جاية من استحقاقات انتخابية تانية، وتشجيع اكتر لباقي الاحزاب كمان انها تنزل وتشتغل وتلتحم بالجماهير. وهي الاحزاب اتعملت عشان تسعى للسلطة، فلو الاحزاب عزفت عن المشاركة امال هم يعني احنا بنعمل احزاب ليه؟ وده حتى كان من منطلقاتنا احنا في حزب العدل وحزب المصري الديمقراطي لما دفعنا بمرشحنا الاستاذ فريد زهران، كان من هذا الاساس. هي الاحزاب انشئت للسعي للوصول للسلطه للحكم ببرامجها وافكارها وايديولوجياتها، فلا بد من خوض الاستحقاقات الانتخابيه بدايه من الرئاسه ثم البرلمان وحتى المجالس المحليه. نعم. اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبقى فيها نشاط اكبر للاحزاب، واتمنى ان جميع الاحزاب تشارك ويبقى فيه تنوع اكتر امام الناخب المصري، وده اللي هيدي ثقه اكتر للمواطنين ان هم يشاركوا في الانتخابات ويصوتوا ويختاروا من يمثلهم. واكيد لما يبقى المطروح افكار كتير هيبقى فيه اختيار اسهل للمواطنين، وهيلاقوا من ضمن الافكار دي مؤكد هيلاقوا الافكار اللي تتناسب معاهم او تلبي طموحاتهم لبلدهم. أستاذ عبد العزيز، يعني وإحنا بنتكلم على التوافد من قبل
كل المصريين. يعني لقينا الحقيقة إنه الشباب كانوا هم أيقونة المشهد بشكل كبير جدا، الرجال الحقيقة يعني بمختلف الأعمار، كبار السن، عظيمات مصر، المرأة المصرية اللي دايما الحقيقة برضو بتتصدر المشهد بشكل كبير في كل الأحداث المهمة اللي بتمر بيها الدولة المصرية. يعني حضرتك شايف إنه إلى أي مدى ده بيعكس إنه في مشهد ديمقراطي وحضاري حقيقي العالم كله الحقيقة بيرصده في هذا الحدث المهم اللي مش بس مصر الحقيقة بتشهده، ولكن العالم كله كل أنظاره بتتجه إليه، نظرا طبعا لثقل وقيمة ومكانة مصر أمام العالم كله. هو بالفعل المشهد الانتخابي والتنوع السياسي وعدد المرشحين 4، وده ما كانش بيتم الانتخابات اللي فاتت، فده التنوع ده عطى للناس فرصة انها تختار، والتنوع ده خلى ان الشعب المصري ينزل بتنوعه زي ما حضرتك بتقولي، المرأة نازلة بكثافة، الشباب المرة دي، واحنا كنا بنستهدف قطاعات وبنستهدف طبقات من المجتمع المصري، والمجتمع المصري فيه 65% منه تحت 35 سنة، فمجتمع شاب بالفعل، فالشباب طبيعي ان هم يكونوا مشاركين، والتنوع ده شيء ايجابي جدا، والمشهد لما يصدر بهذا الشكل اعتقد ان ده صورة ايجابية للبلد ولانتخاباتها، اتمنى ان الامور تسير في نفس الاتجاه وتتحسن للافضل، وعمليه الانتقال الديمقراطي او التحول الديمقراطي اللي احنا بنشهدها بقى لنا 12 سنه تقريبا من ثوره 25 يناير حتى الان، كل مرحله بتبقى افضل من اللي قبلها بشكل او باخر، اتمنى انها تستمر والامور تتطور اكثر، يبقى في انفتاح سياسي ومشاركه سياسيه اكثر اتساعا، وجميع الاحزاب تاخذ نفس الفرص، والاعلام يشتغل على نفس الحياد او نفس الفرص. ودي النقطه اللي انا عايزه اسال حضرتك فيها سؤالي الاخير استاذ عبد العزيز، انه كويسه جدا لما هو قادم وللمستقبل. نعم. في البلد ده سؤالي الاخير لحضرتك، يعني حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، وهي مساله يعني انه كل أجهزة الدولة بتتعامل على مسافة واحدة مع جميع المرشحين، مجهود كبير للهيئة الوطنية للانتخابات قامت به خلال الفترة يعني الماضية، بدءا من الاستعدادات لهذه الانتخابات وتنسيقها مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة حتى يظهر هذا المشهد الديمقراطي بصورة تليق بمصر. يعني رؤيتك للدور المهم اللي بتقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة. يعني انا يعني مدين بتحيه للهيئه الوطنيه للانتخابات على ادارتها المشهد بشكل اكثر حيادا مما سبق. احنا فعليا في تحول ديمقراطي كل مره افضل من اللي قبلها، وده شيء ايجابي جدا، ودي طبيعه الامور، ما فيش شعوب او دول بتنمو فيها الحياه السياسيه بضربه عصايه فكريه، لا، هي الامور بتتطور، والديمقراطيه تعلم والسياسه تعلم وممارسه، فالهيئه الوطنيه الحقيقه بتقوم بدور ايجابي جدا وعلى الحياد وعلى مسافه واحده. احنا لما اصدرنا بيان فيما يخص العقبات اللي كانت بتواجه المصريين في الخارج، الهيئه الوطنيه اصدرت بيان بتعلق عليه وذللت العقبات اللي احنا شفناها، لما تردد في وسائل الاعلام في اليوم الاول للانتخابات في بعض الخروقات، الهيئه طلعت بيان وعلقت عليها واعترفت ان كان في بعض الاخطاء وعالجتها، الامور دي ايجابيه جدا. السلطة التنفيذية وممثلي السلطة التنفيذية ووقوفهم على الحياد بنسبة أكبر عما سبق، دي أمور إيجابية. وسائل الإعلام، وأنا أحب أحييكم وأحيي وسائل الإعلام اللي بتتيح الفرصة للجميع، مؤيدين ومعارضين، إنهم يظهروا في وسائل الإعلام ويعرضوا برامجهم وأفكارهم وخطبوا الجماهير، في مشهد بيعكس الديمقراطية الحقيقية اللي الحقيقة يعني هذه الانتخابات عبرت عنها بشكل كبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، نائب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، شكرا لحضرتك.